إرنستو تشي غيفارا. تشي لقب يعني الرفيق، أحد أشهر مناضلي أمريكا اللاتينية والمفكرين الثوريين في القرن العشرين، وهو من أصل أرجنتيني، ولد في مدينة روزاريو في الأرجنتين في سنة 1928 ميلادية. هو ابن عائلة من الطبقة المتوسطة في المجتمع، والده مهندس معماري ذو نزعات إصلاحية وطوباوية في التفكير السياسي. كانت والدته سيدة مثقفة ذات اتجاه يساري، وهو الأخ الأكبر لإخوته الخمسة. أصيب بالرب وهو في الثانية من عمره، وبقي يعاني هذا المرض طوال حياته، ومع ذلك استمر في تأدية جميع المهمات التي اختارها بوصفه ثوريا مناضلا. تلقى معظم تعليمه الابتدائي على يد والدته، وقد أتاحت له مكتبة والده الاطلاع على أعمال هيجل وماركس وإنجلز وفرويد، وكان من المعجبين بالشاعر التشيلي الشيوعي بابلو نيرودا. كل ذلك جعله يحظى بفكر متميز، وكان من الممكن أن يصبح رجل أعمال ناجح، ولكنه تحول من رجل ثروة إلى رجل ثورة. التحقت تشي غيفارا بالمدرسة الثانوية سنة 1941 ميلادية، وعاش الأزمات السياسية الخانقة في الأرجنتين إلى جانب الظلم الاجتماعي الذي كانت تعانيه شعوب أمريكا اللاتينية، مما جعله يضمن أشد الحقد والاحتقار للإمبريالية. وفي سنة 1951 ميلادية قام برحلة مع أحد أصدقائه إلى عديد من دول القارة الأمريكية الجنوبية، واطلع عن كثب على أوضاع الشعوب المأساوية التي جعلته أكثر إصراراً على التزام الدفاع عن قضايا الشعوب المضطهدة وتحريرها من الظلم والاستعباد. بدأ مرحلة جديدة في حياته، فقد غادر بوليفيا وغواتيمالا، والتحق بالمناصرين للنظام الشيوعي بقيادة جاكوبو أريز غوزمان. وبعد إسقاط غوزمان ارتحل إلى المكسيك، حيث التقى بشقيقين فيديل وراول كاسترو. توطدت عرى الصداقة بين غيفارا وكاسترو، وقرر أن يخوض إلى جانبه معركة تحرير كوبا من الدكتاتور باتيستا الموالي للولايات المتحدة الأمريكية. وترأس مجموعة من المقاتلين، وكان قائدا موهوبا ومقاتلا شرسا يتمتع بصلابة فريدة ومعنويات قل نظيرها. وقد انتهت حرب التحرير الكوبية بالنجاح، وتم إسقاط النظام الدكتاتوري سنة 1959. وبعد انتصار الثورة منح الجنسية الكوبية، وعين رئيسا للبنك الوطني في كوبا، ثم عيد إليه بمنصب وزير الصناعة. وكان يدعو بالاستثمار إلى قطع كل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل الولايات المتحدة تصنفه بأنه ألد أعدائها وأحد أهدافها. في سنة 1961 قام بزيارة معظم الدول الشراكية، مما فيها الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية، والتقى الرئيس جمال عبد الناصر المصري، ومثل بلاده في عدد من المؤتمرات الاقتصادية والسياسية التي عقدت في ذلك العام. كان غيفارا من أبرز دعاة الخط الاشتراكي الشيوعي في الثورة الكوبية، ويؤمن بوحدة أمريكا اللاتينية وتحرير شعوبها والسيما بلده الأرجنتين. من أجل هذا الهدف غادر كوبا وتخلى عن جميع مناصبه وعن الجنسية الكوبية. لديه قناعة كاملة بتنظيم الفلاحين وقيادتهم لبلوغ أهدافهم الكبيرة، وعلى هذا الأساس غادر كوبا سنة 1965 ووجه رسالة إلى صديقه كاسترو يخبره فيها أن مهمته التورية في الجزيرة قد أنجزت، وأن بلاد أخرى بحاجة إليه، وإن من أقدس واجباته النضال ضد الإمبريالية ورموزها في القارة الأمريكية. قاتل تشي غيفارا في الكونغو مع الثوار، ثم غادر بعد شهور عدة. في سنة 1966 انتقل إلى بوليفيا متخفيا لقيادة الثورة فيها، ولكن مجموعته الصغيرة لم تنجح، فقد وقع في كمين نصبته له القوات البوليفية. وعلى الرغم من شجاعة مقاتليه واستبسالهم فلم يستطعوا الإفلات، وأصيب غيفارا في فخذه، ثم قبض عليه حيا بالقرب من مدينة سانتا كروز. وقد شاركت أطراف عديدة في مؤامرة القبض عليه، على رأسها المخابرات المركزية الأمريكية. وتم إعدام تشي غيفارا بالقرب من قرية جبلية تبعد ب 770 كيلومتر جنوب العاصمة لاباز، ودفن في نهاية المدرج القديم لهبوط الطائرات. بقيت الساعات الأخيرة من حياته غامضة،
وقد كشف عن هذا الأمر في سنة 1997 في إحياء ذكرى استشهاده 30. نقلت رفاته إلى العاصمة الكوبية هافانا، حيث دفن باحتفال جماهيري حاشد. ولا تزال شخصية جيفارا مثيرة الجدل، فقد عده جان بول سارتر أجمل إنسان في عصرنا، ووصفه رفيق دربه أوريغو بأنه شخصية صريحة وصارمة وقاسية ولكنها محبة للناس. حمل كل صفة المناضل المثقف الثوري، وكان أبعد ما يكون عن التطرف الانتهازية ويكره المناصب والمال. رأت فيه الملايين من شعوب العالم بطلا ورمزا للتضحية والعطاء. من مؤلفات تشي غيفارا حرب الميليشيات الذي ألفه سنة 1959، ومؤلف الاشتراكية والإنسان في كوبا سنة 1966. تدل كتاباته على أصالة فكره السياسي، فكانت ماركسيته ثورية بروليتارية وعالمية، وكان هدف الاشتراكية عنده خلق إنسان جديد متحرر من جميع أشكال الاغتراب. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. La que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo.